تعال ادخل وقول لي ايش رايك في هذه الفيلا. هذه فيلا من؟ وليش نحن هنا؟ هذه هي المفاجأة اللي وعدتك بها. أعتقد أن هذا أنسب مكان تقدر تمارس فيه هوايتك إلى جانب عملك طبعاً، وشيء مؤكد أن الشركة راح تستفيد من هذه الموهبة. أنا في خدمة الشركة وصاحبة الشركة. إذن يا غسان، من اليوم ورايح أنت بتعيش في هذا المكان. بس عاد يا ريت لو أي مخلوق في الشركة ما يعرف إنك ساكن هني.
ويحبذ يعني لأنه تلغي أي زيارات لأصدقائك أو حتى أهلك إنهم يزوروك في الفيلا. أبي هذا الموضوع يكون سري بيني وبينك للغاية. أنت فاهم إيش معنى سري للغاية؟ فاهم. يعني أنت بعد ما تورط مع مرشد بنفس الطريقة؟ يعني إيش يا سيف؟ بعدين بتعرف. هذا أنت عرفت كل شيء عن مرشد وما عندي شيء ثاني أخبي عليك. والحين مرشد جالس يساومك أنك تدفع له فلوسه. يا إني يا زوجة بنتي. لا عاش مرشد ولا عاش اللي يقدر يلمس شعرة من شعر راس سلمة. اسمع، لا تقول لحد أنك أنت اللي ضربت مرشد مهما كانت ثقتك فيه. عجب، لازم نزوج غسان لسلمة وبسرعة. وانت بعد شوف لك شغل ثاني بعيد عن هذه المزرعة. أيوة يا فرناندس، وكل البضاعة اللي خبرتك عنها في المرة الماضية أريدها توصل بلد اليوم. أنا ما أعرف هذا الكلام، أنت تصرف. وأريد 2 أو 3 من العمال علشان يبدأوا في المشروع. بيت تجاري طبعا ولا إيش بيكون يعني؟ أريد يجهز بسرعة وبتكاليف أقل من المرة السابقة. زين أبوي، زين عمولتك موجودة، بس أنت سوي اللي أقول لك عليه. زين أبوي، قلنا لك زين. هذا هو صالح اللي أعرفه من زمان، بس لو تغير ما بيكون صالح. أول مرة أدخل عليك المكتب وأشوفك فاضي ما تسوي شيء. وأنا أول مرة ما أحس بدخولك علي المكتب. تفضل استريح يا صالح. شكلك يقول إن في شيء شاغل لك بالك. يا ترى إيش هو؟ لا لا أبدا يا صالح. بس أنا أعتقد إن في شيء ثاني. والشيء الثاني اللي جالس تفكر فيه هو نفس اللي جاي خبرك عنه. عبد العزيز كان موجود عندي في المكتب، والظاهر انه راح لمكتب ام امين. اسف استاذ عبد العزيز، ما اقدر ادخلك المكتب الا بوجود صاحبته. ما من مصلحتك هذا اللي جالس تسويه يا شاطر، لاني رايح ادفعك الثمن غالي. وبعدين المفروض انك تحافظ على لقمة عيشك، لانك بعدك جديد ولانك ما تعرف زين. مهما تكون يا استاذ، انا عندي تعليمات صريحة من ام امين بعدم السماح لك بدخول المكتب. ولو سمحت اطلع من هنا قبل لا اتصرف اي تصرف ثاني. انت تهددني؟ فهمها مثل ما تفهمها، بس المهم انك ما تدخل المكتب وهي ما موجودة. انت ايش فاكر نفسك؟ انا لو كنت اريد ازيحك بالقوة كنت رميتك من هاي الشباك. بعدين انت من عينك من غير علمي من؟ خير، ايش صاير هناك يا جماعة؟ خير يا جماعة، ايش اللي صاير؟ صوتكم تعس الشركة؟ الأستاذ رافض يدخلني مكتبي يا عبد الحميد. مكتبك؟ طيب يا أبو سعود، ممكن تجي مكتبي نتفاهم شوية؟ حاضر يا عبد الحميد، وأنا رايح أرجع لك مرة ثانية يا شاطر علشان أدفعك الثمن غالي على الفصل اللي عملته معي، وعلشان تعرف من عبد العزيز بن إبراهيم. أستاذ عبد العزيز، لحظة لو سمحت، الظاهر إنك نسيت هذا الظرف المرة السابقة، وأنا ما ناقصة مشاكل. أنا ما فاهم عن إيش أنت جالس تتكلم يا أبو سعود.
ممكن توضح لي أكثر؟ الحين ما وقته يا أبو أحمد، بس اللي لازم تعرفه وتتأكد منه إني أنا لازم أكون موجود في هذه الشركة وبقوة. اسمح لي أستاذا، عندي مشوار مهم ولازم ألحقه. أقبالك. أقبالي؟ يعني إيش؟ مستحيل مستحيل يا عبد الحميد. أنا نقلتش كل اللي قاله عبد العزيز، أخاف الرجال ما يتكلم من فراغ، وكان واثق واثق من نفسه ويقول إن المكتب مكتبه. وكيف ممكن يكون مكتبه؟ ومن وين جابه؟ وأنت أكثر واحد كنت قريب من أبو أمين وعارف إنه ما عنده شركاء، فكيف يكون لعبد العزيز مكتب عندنا؟ شوف يا مدام، أنا أقول خلينا نسايس عبد العزيز ونعرف منه بهدوء. كيف تبينا أسايسة وأنا ما طايقة أشوف وجهه ولا أسمع حتى صوته؟ مشكلته إنه ما يريد يقول أي شيء إلا لك أنت وبس. يعني إيش؟ يعني تأخذين بهدوء. وهذا الإنسان ينفع مع الهدوء؟ في نظرك ينفع مع الهدوء؟ قول لي. أصلاً هو قاعد يساومني على الموضوع اللي بيكلمني فيه في حالة إذا وافقت على زواج ولد سعود من بنتي منى. أنا كيف طار عن بالي هذا الموضوع؟ على كل حال إحنا لازم نعيد حساباتنا بالتفكير مرة ثانية. علشان كذا خلينا نهتم بموضوع مشروعنا الجديد وما نعطي عبد العزيز اهتمام أكبر من حجمه. حاضر. أنا جبت لك بعض تصاميم المشروع. تفضلي. خضر يوزن يودان داني 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 أنا أسعد إنسان في الدنيا يا إيمان. تفضلي يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا عبد العزيز. خلق يا شوفش، صار لي كم يوم ما شفتش، حتى انت ما جيت تشكري بالسلام على عمي مرشد. انا لا يا فاطمة، انا بس شوي كنت مشغولة. اقول انتو ما عرفتوا من اللي ضرب عمك؟ الظاهر انه عمي يعرف اللي ضربنا بس ما يريد يبلغ عنه، ما اعرف ليش. اكيد المسألة وراها شيء كبير. شيء كبير؟ ايش يعني؟ بصراحة ما اعرف، بس بغيت اسألش يا سلمى، في أخبار عن غسان؟ غسان؟ طبعاً أنا اللي أدقق على الفواتير، بس أنت خلي الزيادات في الفواتير معقولة. لا لا، هي ما تدقق في هذه المواضيع، معتمدة علي أنا اعتماد كلي. بس خلي بالك ترى أنا ما أريد مشاكل. طيب على العموم إذا صار أي شيء أنا رايح أتصل فيك على طول. مع السلامة. يعني ايش طال عمرك؟ يعني اللي ملاحظته يا عبد الحميد ان بعض المشاريع نعتمد لها موازنه معينه، لكن بعد فتره اكتشف انها زادت عن الموازنه المخصصه لها، والسبب مثل ما يقول صالح ان ارتفاع اسعار مواد البناء، وبالتالي انا اقوم واعتمد الزيادات المطلوبه. طبعا هذا من باب ثقتي فيك وفي الاخ صالح، وعلشان ايضا العمل ما يتاخر ونقدر نسلم المشاريع في وقتها المحدد. بس يا مدام انت اول مره تكلميني في هذا الموضوع. هذا الكلام صحيح، لان الزيادات اللي كانت تطلب تقريبا كانت عاديه، بس بديت اكتشف الفرق في الفتره الاخيره.
على كل حال يا مدام، خلي هذا الموضوع علي وما تشغلي بالك. عبد الحميد، أنا ثقتي فيك كبيرة وبيعتمد عليك في هذا الموضوع، لأن الشركة شركتك مثل ما هي شركتي، وأنا أعتز بهذه الثقة الكبيرة يا مدام. والحين إيش بغيت تقول لي؟ يلا أسمع لك. أعتقد أن الوقت والمكان ما مناسبين. على كل حال أنا كنت أبغي يعني ألو؟ أيوة لحظة شوية عبد الحميد، أنا آسفة لأن المكالمة ضرورية، ممكن نكمل موضوعنا بعدين؟ إن شاء الله. أنا بس لما أفضى بنادك بنفسي. عن إذنك. طيب. أيوة حسان، أنا تحت أمرك يا أستاذة سميرة. غسان، أنا بصراحة بقول لك شيء واحد، يا ريت لو يعني تفرق في التعامل بين هني والشركة، يعني ما أحب كل شوي تقعد تقول أستاذة وحاضر وعلى أمرك وتحت أمرك. أعتقد أنك فاهم كلامي. فاهم، بس وبعد بتبسبس لي. غسان، أنا أحب اللي يتعامل معي يكون واضح وصريح، وأيضا ما أريدك تسوي شيء أنت مو مقتنع فيه، بس أنا بعد من رأيي يعني يا ريت لو تشيل لفظ أستاذة، خلي التعامل الرسمي في الشركة وبس. أنت معاي؟ أنا معاش أستاذة سميرة. ردينا على أستاذة؟ توني أقول لك شيل كلمة أستاذة هذا؟ أنا بصراحة أنا تعودت أقول لك أستاذة مثل بقية الموظفين. يا والله يهداك، بس أنت خلي الموظفين والتعامل في الشركة الحين. أنا بأمانة يعني الكلمة تطلع ثقيلة على لساني بدون كلمة أستاذة، يعني أحتاج فترة طويلة لحد ما أتعود عليها. خليني أخذ وقتي. خلاص يا غسان، خذ وقتك لغاية ما تتعود، وثق تماما أني أنا دائما بظل واقفة معك وبساندك وأساعدك، خاصة بعد ما شفتك اليوم كيف تصرفت مع عبد العزيز. أنت ليش واقف؟ اقعد. إن شاء الله. غسان، ما قلت لي بصراحة، أنت مرتاح من وجودك هنا ولا جيت مجامل عشان؟ أنا بصراحة في البداية أنا جيت مجاملة علشانك. أنا هذه الصراحة اللي تعجبني. أي بس أنا الحين مقتنع 100% من وجودي هنا، يعني على الأقل أعرف أمارس هوايتي بحرية. اللي أريدك تعرفيه يا أستاذة سميرة إن أنا ما أسوي شيء إلا لما أكون مقتنع فيه 100%. وثق تماما، أنا هذا اللي أريده. زين، واللي أنا أريده الحين إن أول صورة أرسمها تكون صورتك أنت، طبعا إذا سمحتي. أكيد بسمح. خلك ساكت. أهلا إيمان، كيف الحال؟ وأنا بعد اشتكت لك. خير، إيش صاير؟ تبيني ضروري؟ طيب، أنا بعد لما أخلص من الاجتماع اللي أنا فيه الحين بتصل فيك. خلاص؟ اتفقنا؟ طيب، مع السلامة. والحين تقدر ترسم لي. هلا تشوف إيمان وين؟ شوف هالبيت. هذه وين؟ ما حد في البيت. يلا يمكن تكون على الموبايل. يا الله، تعذر الحصول. وين هاي؟ تقول تبغيني ضروري؟ صح، ليش ما اتصل على المحل؟ شيل
هذه وين راحت؟ كل هذا وتبغيني ضروري؟ وين الاقيها الحين؟ يا الله يا ايمان، يلا حاول بعدين. ما كنت متوقع ان طلبك من خميس يكونك ذاك يا مرشد. انا قلت لك اكثر من مره، لو كان طلبي معك كنت طلبته منك يا سير، لكن للاسف طلبي مع خميس. وعقل اخوك يا ابو غسان، عقله وناصحه ما دام انه بعد ببر السلامه. ومرشد ما من النوع اللي ينسى بسهوله او انه يتنازل عن حقه، وناصح اخوك. شفتش وحدش جالسة في الغرفة، قلت أجي أجلس معه شوية. تفضل يا أبوي، تفضل استريح. يا الله، علامش يا بنتي. ما أعرف يا أبوي. في حد في الدنيا ما يعرف إيش فيه؟ يا بنتي، التفكير ما زين حالش. التفكير بيخليش كبيرة وانت بعد صغيرة. وأحب أطنش إن النصيب موجود يا بنتي. يا أبوي أنا ما جالسة أفكر في النصيب، أنا جالسة أفكر في مشكلتنا مع مرشد. مرشد يسوي اللي يبي يسويه، ونحن بنسوي اللي نريده. ولما تتزوجي إن شاء الله ولد عمش بينتهي مرشدوه وتهديداته بعد. بس من وين بتسدد فلوس المزرعة؟ ترى مرشد ما قايم يسكت عليك، وانا اعرف انت كيف تعز المزرعة، ما راح تفرط فيها بسهولة. يا بنتي، شيء اعز من شيء، وانتي عندي اعز من الدنيا كلها. ومرشدو هذا لو طلب حياتي وعمري اعطيه، لكن انتي لا يمكن اني افرط فيش ابدا. انا ما اقدر اشوفك على هذه الحالة، ولا ارضى لنفسي اني اشوف مرشد يهددك كل لحظة وحل مشكلتك بيدي. ايش يعني؟ انت تعتقد يا ابوي ان الدروس اللي جالسة اعطيها لاطفال القرية بتحل مشكلتنا مع مرشد؟ لو اشتغلت فيها 100 سنة ما راح تجيب جزء من فلوس مرشد. الله كريم يا بنتي، الله كريم. انا خبرت عمي سيف وما اظني انه بيتخلى عنا. عمي سيف كيف يساعدك وحده متورط مع مرشد؟ كيف يعني؟ رهن له البيت والمزرعة علشان يساعدك في علاج أمي الله يرحمها. وغسان ما اشتغل إلا علشان يحل مشكلته مع أبوه. تريدني أنا أجلس أشوف عليك ومرشد يهددك في كل لحظة، وكل ما شفته تتذكر إنه عليك فلوس حاله؟ أنت الحين في إيش جالسة تفكري يا بنتي؟ اتزوج مرشد. ايش؟ لا يا سلمى لا، احنا لا يمكن نسمح لك انك تبيعي نفسك لمرشد او انه يلمس شعره من شعر راسك. وانت تعتقد يا عمي اني انا اقدر اشوف على ابوي هو يتالم كل يوم ومرشد يهدده في الرايحه والجايه؟ بعدين نحن من وين نوف اللي علينا؟ هذه المشكله ما مشكلتك انت يا بنتي، هذه المشكله مشكلتي انا وابوش، واحنا ممكن نحلها. بس كيف يا عمي كيف؟ وانا عارفة حالنا زين، لا انت عندك ولا ابوي عنده، ولا غسان بيسوي ماجزة ويحل كل المشاكل. يعني ايش يا سلمى؟ يعني يا عمي مشكلتك انت وابوي مشكلة واحدة، وهذه المشكلة هي مرشد. وحل هذه المشكلة اني اتزوج مرشد. خميس، ك
تتكلم قول شيء، مالك ذاك ساكت؟ عجب الحال مطرش عليكم، ما علشان تهدوها وتعقلوها شوية؟ أصلا ما في حل ثاني يا عمي، لو في حل ثاني قولوا لي وأنا أنفذه، وبعدين ما تقدروا ترهنوا المزارع لأنكم راهنينها حال مرشد، ما ظني بتحصلوا حد يسلفكم وتدفعوا اللي عليكم، حتى لو حصلتوا حد يسلفكم هتبقى المشكلة قائمة إذا ما مع مرشد مع غيره. يا بنتي خلي أبوش وعمش هم اللي يحلوا مشاكلهم، بعدين هم رجال ويعرفوا إيش يسويوا. يا عمتي أبوي وعمي لو عندهم الحل سووه من زمان، بعدين أبوي وعمي مخبي كل واحد مشكلته مع مرشد، ولولا الظروف ما عرفنا شيء عن مشاكلهم. با بدل ما تكبر المشاكل مع مرشد توصل للمحاكم ما نعرف إيش بتكون نهايتها، أرجوك رد على مرشد وقل له إني أنا موافقة على الزواج. لا يا سلمى يا بنتي لا، أنت الغسان وغسان ليش أنت؟ وأنت ما ممكن تتزوجي هذاك الشايب. أنا أعرف كيف أوقفه عند حده، وما حد يقدر له غير زكية. يا سلمى يا بنتي احنا متفقين انش لغسان ولا انش انت رافضة ولد عمش. انا وعدش يا بنتي مشاكل ابوش مع مرشد بنحلها، بس انت يا بنتي لا تفكر فيها. خلاص يا بنتي ما بتكون هناك اي مشاكل لا مع مرشد ولا مع غيره ان شاء الله. اعتبرنا يا خميس ان جايين نجدد خطوبة سلمة من غسان، ايش تقول؟ البنت بنتكم يا ام غسان، وغسان ولدي، والشور الاول والاخير لبنتي سلمة. ها سلمة ايش قلتي؟ اقول يا همتي ما موافقة. ايش هذا اللي تريد تسويه يا مرشد؟ الله يهديك بس يا زكية، انت منين تجيبي هذا الكلام؟ ومن اللي ضحك عليش اني باغي اتزوج سلمة؟ مسكينة البنية، واحد يتزوج واحدة في عمر بنته؟ هذه في عمر بنتك فاطمة؟ وبعدين انا ليش اتزوج؟ الله يهديك يا زكية وانت الخير والبركة. يعني حفيظة تكذب؟ اسمع يا مرشد، تراك انك لو صار وتزوجت اي واحدة ترى بتخرج من البيت بثيابك، وزكية تعرفها زين. ممكن ادخل؟ وانت دخلتي خلاص تفضلي. تريد تلعبي؟ ايوه تفضلي. هقول أمين؟ ها؟ دخلت مرة غرفتك عشان أتسلى بالحاسوب، ولفت انتباهي وجود اسطوانات هني وحاولت أشغلها. شغلتيها؟ طبعا طبعا طبعا. شفت اللي فيها؟ لا، لأنها ما رضت تشتغل، ويمكن أنا ما عرفت كيف أشغلها. من وين تجبت هذيك الاسطوانات وإيش اللي فيها؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، كلها ألعاب عادية بس. ودا منها لعب عادية ليش كنت مخبنها؟ أنا ما مخبنها، أنا كنت مخلينها بغرفتي. إنزين ما دام منها عادية خلني أشوفها. أنتي شاكة في كلامي؟ أنتي ليش دائما طالع علي كفيك إني كذاب؟ أنا ما كذاب، أنا أقول الحقيقة. ما دام إنك واثق من نفسك إنك تقول الحقيقة، خلني أشوف ذيك الأسطوانات. خلاص هذه الأسطوانات أنا رجعتها لأصحابها. غسان انت كذا بصراحة زعلني منك. احنا اتفقنا ان يعني التعامل الرسمي هذا يكون شركة وبس. انا اسف يا استاذة سميرة لاني ما قادر اتخلص من لفظ استاذة.
بصراحة أنا أحس أني مقصر كثير في حقك لو ناديتك بسميرة وبس. بس توعدني أنك تحاول. حاضر. يا على فكرة أنا لازم أروح هذا الأسبوع البلد عشان أشوف موضوع أبوي. إن شاء الله. ما قلت لي إيش أخبار تعليم السياقة؟ على فكرة لما تاخذ الرخصة لك عندي أحلى هدية. لا 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 خليها مفاجأة. مبارك يا قوسين، أنا اليوم حصلت على الرخصة. ألف ألف مبروك، بصراحة أنت إنسان غير عادي. الله يبارك حياتك. ها خير إيش اللي صاير؟ غسان حصل على الرخصة. لا إيه ودي ليش فرحانة وايد؟ غسان لو سمحت أبيك عندي في المكتب. إن شاء الله يا غسان. معقول عاد أول ما تحصل على الرخصة تروح تخبر فوزية وتنساني أنا؟ لا أبدا يا أستاذة سميرة، أنا كنت جاي عندك بالأول، بس هي استوقفتني وأنا اضطريت أن أخبرها. صحيح؟ طبعا صحيح. خلاص مصدقتك، وعلشان هذه المناسبة أنا عزمتك على الغداء عندك في البيت. بالمرة نستكمل اللوحة ولا عندك مانع؟ لا ابدا. هدي نفسك يا فوزية، اكيد الاستاذة سميرة عندها شيء مضايقنها وجديرها العذر. انا متأكدة يا غسان انها ما رايحة تغير معاملتها معي، لكن الشيء الوحيد اللي مصبرني عليها وعلى قسوتها هو وجودك انت في هذا المكتب. وجودي انا؟ طبعا، ولا أنا كنت من زمان تارك الشركة كلها. زين ليش؟ أنت غبي ولا تتغاب؟ أنا ما فاهم شيء. غسان أنا وبعدين يا زكية ما راي تعطيني توكيل لأملاكك؟ إيش الحل يا مرشد؟ إيش الحل؟ الأيام بتمر بسرعة وأنت ما مستفيد منها بشيء. السلام عليكم. حي الله ومرحبا. نعم حاج. كيف؟ الأرض اللي راويتكم إياها ما عجبت الأولاد؟ والله هاي اللي عندي عاد. من؟ فاطمة؟ إيه نعم صحيح، فاطمة وارثة أرض عن أبوها. هي عندها ورث؟ والله بشوف عادها كان رضت تبيعها. هي عندها أراضي نعم.
هو صحيح انا مثل ابوها يعني وما بيننا فرق يعني، لكن اخبرك بشاورها اذا وافقت تبيع برد عليك. اي ان شاء الله برد عليك ان شاء الله. احسنت حاج احسنت، حياك الله. وانا ليش ما فكرت في هذا الموضوع من قبل؟ زين ما دام باب زكية متسكر بجرب باب فاطمة، وانا اعرف كيف افتحه. زين سيارة من هذا؟ هذه سيارتك، الهدية اللي وعدتك بيها، إن شاء الله تعجبك. هذه سيارتي أنا؟ ما أدري إيش أقول لك، بس شكراً سمير، شكراً.